مفاتح الرزق المنسية، وأولها على الإطلاق الدعاء، ثانيها تقوى الله عز وجل. تزول ممكن يجيب لك مغالطات يقول لك والله فلان ده يصلي الصلوات الخمسة في الجامع وتغي تقوى وفقران روح طالعة، فلان ده ليه ما بقى غنيا؟ في ناس بيقولوا كده. لكن قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المفتاح الثالث الاستغفار. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار هنا ليس مجرد النطق بالاستغفار، ولكنها التوبة بالإقلاع عن الذنوب. رابعا صلة الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. خامسا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها تكفى همك ويغفر ذنبك. أعظم الهم الرزق، لأنه أي زول الآن بيفكر وموضوع الرزق ده عنده مشكلة. والمفتاح السادس الصدقة. طبعا الناس بيفتكروا الصدقة بيتنقص، ما نقص مال من صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي التنزيل في القرآن وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويخلفه. يخلفه يعني يجي أكثر. سبحان الله، المعادلة بسيطة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر يا أسماء يعطي هكذا عن يمينه وهكذا عن شماله وهكذا عن أمامه، قال ولا توكي ما تقرطي فيوكي الله عليك، وفي رواية ولا تحصي فيحصي الله عليك. تدي بعدد الله بيديك بعدد، تدي بدون عدد الله بيديك بدون عدد.